طب اسمح لي اكتفي اطلب من اكتفي حضرتك طلب يعني في نهايه حديثي معاك ايضا يا دكتور ابراهيم. اتفضل يا فندم. اسمح لي اطلب من حضرتك انه على الاقل تحاولوا كمان، يعني طبعا كل اللي حضرتك قلته ده مهم، ولكن مهم ايضا انه تحاولوا ان مش عارفه اقولها ازاي، ولكن يكون هناك وسيله، لانه ما يخرجش كل فتره علينا حد من رجال الازهر، واحنا نحترمهم جميعا، ولكن كل فتره نلاقي صوت من الازهر حد يطلع ويقول داعش ليسوا بكفار ولا نستطيع ان نكفرهم، اذا كان لن يكفرهم فعلى الاقل لا يخرج علينا ويقول مثل هذا التصريح وكانه يعطي نوع من المبرر لهم. ممكن نطلب ده من حضراتكم ايضا؟ هو طبعا انا باكد على كلام حضرتك، والاهم يا فندم هو حمايه هذا الجيل. يعني طبعا هم بيستهدفوا، هو لما بيسمع شيوخه بيقولوا هذا الكلام وان هم بينفوا تهمه الكفر عن داعش اللي مكفرنا كلنا الحقيقه، فده برضو بيعمل نوع من البرجله لهؤلاء الشباب، فاذا كان مش هيكفرهم على الاقل ما يطلعش يقول مش هكفرهم. بنؤكد ان اعمالهم كفريه، بنؤكد ان اعمالهم تناقض الاسلام دينا وحضاره. أشكرك. بنؤكد ان احنا لازم نتكاتف للقضاء الفكري والامني على هذه الجماعات الارهابيه بكل مسمياتها، لانها تمثل اوجه لعمله واحده وهو الفكر التكفيري الارهابي. اشكرك، اشكر لحضرتك جدا على هذا الكلام يا دكتور ابراهيم، وارجو ان يكون ده الخطاب فعلا اللي يخرج من شيوخنا الاجلاء والمحترمين في الازهر الشريف. انا بشكر حضرتك جدا.